اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يزل من عليك، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل الصلاة، واهدهم سبل الصلاة، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر أسلحتهم، اللهم بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقاط، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السماء، ونعوذ بك من عذاب الأرض، ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا من بلائك قبل ذلك، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسمائنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا، في الدين والدنيا والمال والأهل والبدن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين، وذلل الشرك والمشركين، وذلل اليهود والنصارى
الخسارى والهموم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا